أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوك بلابنا يا آيات بقول إيا لباتن إيا سديداد أو سورة النساء كمدة، وعن سوقارنا عشر كان بقول إيا صدن إيا سقالات أنه قد حجرنا سورة دي أفراد وقرآن كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغص ورمي افتيه نبينا عليه الصلاة والسلام لغو يدينا يدور أحرمات هوين كشان نغوضا إيا دحال كوضا. وإلهي سبحانه وتعالى وحاو اترادا إلهي با إذين جوابا إيا وعاكلو إذين جوابا إيا كتابك إلهي ودشينا لغو أخرنا إيا oo aayadii aayatul miraasiyada ay ku jirto. Waxa kale oo la idin jawaabaya haweenka agoonta ah oo aadan sii hayna wixii Ilaahay u farad yeelay, haddana waxa weeye aad ka jeesanaysiin inaad guursatiin oo aad maaratay naciisiin inaad markaas ayagana maaratay sidaas ada yeelina. Waxa kale oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin iftoonaya dadka musalcafiinta oo caruurta yareerka inaad iigana xaqooda siisiina la idin iftoonaya oo la idin jawaabaya. Waxa Allah idin faraya inaad maaratay agoonta cadaalad aad u sameeyaan oo cadli aad u sameeyaan dhalka iyo maharka intaasba wixii aad fashaan oo khayr ah ilaahi fa inna allaha kaana bihi aliima ilaahi wuxuu ahaa mid ku cilmi leh marka hadda suuradaanba sida markaasi bilowgeedii markaan u jeegnay hore u soo qaadanay waxay ka waramaysaa ahkaam u badan xagga usrada ama sa usrada muslimka ah qoysaska muslimiinta ama qoyska muslimka arrimo ku tacluqaya oo haweenka iyo maaragtay sha'nigoodii iyo xuquuqahoodii iyo maaragtay xuquuqu zawjeynki waxyaabahaas oo dhan ayaa ilaahay uga waramayay. Ilaahay wuxuu yiri subxaana wa tacaala wa in imra'atun haweena u dhah ilaahay khaafat haddii ay ka cabsato min bacliha ninkeeda nushuusan naashisnimo ay uga cabsato oo amase icraadan jeesad ay uga cabsato jeesad uu ka jeesto فلا جناح ذنب عليهما كركوضا ما هنو الإله أن يصلحا إني هشيان بينهما دحوض صلحا هشي صوره إلهي والصلح صلح يوضه إلهي سبحانه وتعالى خير إسقى خير بضن وإن لك لا تقو أما ما رتي النشوس أو دعو إيا إعحال صلح أياك خير بضن إنك الناس دحوض كهشيان وأحضرت الأنفس النفيالك وحا لوحا دير يوضه إلهي الشوح بخيل نمو وإن تحسنوا هديات وناك فشينا وليلهي وهو أنك مركز لغن كودة وناك أتكس ميسان وتتقو جور أتكرد ورستان فإن الله ألا كان وهو هذا بما تعملون حد عمل فليسان خبيرا عليه عالم هو أيوه هذا أيضا أيضو كهد ليس دعذا دعذي هدنا وحوي حون كذا وعام قاعدة ذي وحائي ما هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص هذه عبرته وحي اسكن نقنيسا عام ولبا مركاسي وحا ويه كسو دغتي الهي يقول سبحانه وتعالى وان امراه هوينه ود الهي خافت هدي اي كعبسته معناها توقعت اي كشنسته وي من بعلها زوج كده اما نين كده اما سيغيده نشوس الناشس نما اي وغا عبسته وحا ويه كور نقشو ترفعا عليها انه مركاسي ككور نقنايو او كسن تاغايو
oo jiifkeeda uusan la jiifsanaynin oo jiifkeedu dhibaayo nafaqadeeda uu ku gabood falaayo arrintaasna ay ka dhalanayso caro uu u qabo iyo indhihiisa u taagan naagtaa naaka qurux badan ay indhihiisa u taagan yihiin waxyaabahaas waxaa keena ayaa noocaas sidii markaasi waxa weeye ninka iyo naagtaas ay ku tacaamuli lahaayeen oo ugu wanaagsan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga warramaya falaa junaaxa dembiyow dhaha marka alla subxaanahu wa tacaala calayhimaa korkooda ma ahan oo macnaha laa isma fii daalika cala almar'ati naagta arrintaas dembi kuma ahan weeye idaa saalaxatu ninka hadday kula sulxtanto calaa tarki alqasb qaybtii inuu ka tago iyo nafaqadii iyo kiswadii marashadii ninka asagana dembi kuma ahan inuu naagta arrintaas uu ka aqbalo hadda meeshan dembi ayaa la anfiyey oo ninka laga anfiyey waa iska daahiraa lidi taasu maxaa yeele waxa waxaasu ka dhacayan waa isaga laakiin naagta oo markaasi dembi laga anfiyo waxay noqonaysaa haa layidhi in markaasi waxa weeye ayada laftirkeeda waxyaabahan waxyaabo ay u sabab noqotay inay ka yimaadaan ayaa dhici karaysa laakiin sida hadda markaasi ugu raajaxsan waxa weeye arrintaas markaasi inay mubaax ay tahay oy bannaan tahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka warramayaa amase waxaa laga wadaa markaasi waxyaabahaas ninka uu siinaayo oo ay ka qaadanayso in markaasi waxa weeye ninka iyadoo ay dhib ku tahay qaadashada ay ka qaadanayso in xoogaa markaasi culays ay ku jirto laakiin hadda iyada naagta waxa weeye dembi iyadu markaasi arrintaas kuma laha weeye waayahay marka alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala wa in imra'atun haweenayow dha ilaahay waxaa markaasi lagu rafcinayaa imra'atuntaas ficilka oo fasiraaya khaafad haddii ay ka cabsato ka baqdo min bacliha ninkeeda nushuusa naashisnimo ay uga cabsato oo ninkan ay ka aragto inuu markaasi ka santaagaayo haddii uu ka santaagaayo uusan markaasi waxa weeye iyada markaasi damac uusan ka lahayn hadday arrintaas ka aragto ou ambase icraadan jeesad ay uaga baqdo amba ay ka aragto ou ambase icraadan jeesad uu dhah ilaahay jeesad uu ka jeestay icraadan canha biwejhi haddii markaasi isu yimaadaanba wejiga ayuu ka dadbaayaa waxa weeye hadda icraalkan hadda oo wejiga uu ka jeedinaa laleeyahay macnaha waxa weeye cadamu lbashaasha maxaa weeye farxad naagtan kulama jiraayo wejigiisa inuu wejigeeda la kulmo markaasi kuma faraxsan weeye oo weji cabuus ayuu ku yahay maxaa yeele naagtiibaa waxay tahay naag aan cajab gelinaynin arrintaas hadday dhacdo waxaa markaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna tusaayaa usrada muslimka ah in kala tagoodu faa'iido darro uu yahay mar walba laakiin haddii waxa weeye laysu tanaasulo waxaa dhisnaanaaya qoyskaas muslimka ayaa dhisnaanaaya tanaasulkaas ayaana markaasaa khayrku uu ku jiraa oo haddii ninkan dabcigiisa ay noqotay naagta tan markaasi inuusan raalli ku ahaynin hadday waxyaabaha qaarkood uga tanaasushana uu raalli noqonaayo waxaa haweenta u khayr badan inay u tanaasusho maxaa yeele arrintaas ilaahay agtiisana maaragtay yaa khayr igu helaysaa waxaa kalantoodo imaanaya maslaxadii usradana meeshay ka imaanaysaa faa'iido ayaa ku jirta waxa ilaahay noo sheegaayo haddaysan faa'iido ku jirin looma sheegi lahayn laakiin iyadu hadday xaqeeda ay ku dhegto xaq bay u leedahay oo hadda lagama celi karo oo ninkan markaasi xuquuqdeedu way ku leedahay si kasabaha u taala naagtaanu ninka xuquuqdeedu way ku leedahay haddii marka xuquuqdeeda uusan bixi karin naagti markaasi inuu sii daayay noqonaysa hadday iyadu u tanaasushana sida khayrka badan wey hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegaayo balse hadda waxa weeye arrintan intaanan macnaheeda aan u wada gelin arrintan waxay ku timiday sida maaragtay yaa soo aroortay axaadiisa iyo siirada kutubta ah nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam zawjaadkiisa oo sagaalka ahay waxaa ka mid aheeda haween la dhihi jiray sawdata binti zamcata la dhihi jiray sawda marka waxa weeye nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ku dhibtooday mucaasharadeeda ayuu ku dhibtooday maadaama markaasi xoogaa ay da'na sii noqotay xoogaa markaasi qof xoocayilana ay noqotay waxyaabahaasaa maaragtay waxyaaba uu nabiga calayhi isalaatu wasalaam dhibaaya oo markaasi la dhaqankeeda hooso dhib ku ayuu ku arkay marka nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu damcay inuu iska faaruqo maxaa yeele iyadoo sidaas ah haddee saanay u taallaahe xuquuqdeediyaa laga qaadaya lama dhihi karo in marka waxa weeye nabigu iska furow damcay iyadina way fahamtay markaasay waxay tidhi aniga waxaan rabaa inaan maaragtay cismadaada aan ku jiro oo nikaaxaaga aan ku jiro rasuul allow waxaan doonayaa marka inaa marka maalinta anigu aan kugu lahaay qismadii anigu aan kugu lahaay waxaan siinayahay tee un siiyey caaishaan siiyey
نبينا عليه الصلاة والسلام عائشة وحويها وين كيسا يوجع لي مركها دوا حويها عائشة ميشي مركها سلا ما الموضع يكه شيء نبينا عليه الصلاة والسلام سلا سيوجع لي مركها يدنا وين أوكيدي مركها سي مالين تادي وحي سي سي عائشة سي سي سلا سي مركها نو سقى باقة هذه تري نكاح حاجة أو جرو نبينا أقبل عليه الصلاة والسلام أيده أنا مركز سودك تالير لكن هذا arintaas waxa ka dhacdo qoyska Nabi Cali (saw) laakin caam waay arimahan oo kale intood mujtamaac waa ay ka dhacaan marka haweenka waxa weeye inay haday macnaha ay awoodo inay tanaasul sameeyso khayra u jira haday haday aysan ogoleyn xuquuqdeedii baa la siinaya hadii kale intood waa la faaruqaya laakin in arintaas aysan ku ahayn dulinimo oo hadii ay sameeyso Ilaahay subhanahu wa ta'ala taladi Ilaahay ay raacayso ayaa meesha ka cad waxa laga yaabaa qarba inay yiraahdaan oo marka nin ma isanagu isu jabinaya naagaha maaratay oo jahliga qaba oo haddana xuquuqdeedii ka helayno aniga uga indhahayga jeedinayo damac kale oo ku jiro oo saas yahay hadda waxa weeye ma yeelayo ee meeshii markaas ay timaado furqa ay timaado furqa intay imaalheeda in la wada noolaado ayaa khayr badan oo dadku wada jirka ay ku fiican yihiin Allah marka wuxuu dhahay subhana wa ta'ala wa in imra'atun haweena yu dhilahi khaafat hadii ay ka baqdo من بعلها نين كذا نشوسا ناشس نمعي وبغضه محايا النشوس كنين كان واكي ماذا ناكتنا واكي ماذا هو أنبس إحرادا جيسد ووجيقا وكضل ضايف وهدوي ماذا أوصن بشاش أوصن هين فلا جناح الدنب عليه ما كركوضا ماها نين كيا ناكتا أن يصالحا أما أن يصلحا إني هقاجيان بينهما لحوذا صلح هقاجي إني صلح تماوي حقا قيبت إيا نفقادا إيكو صلح تمان وإني مثلا بشيء وغتكتا أيضو طلبا لبقاء الصحبة الصحبة ديس إني كباقة هذه ضل بيس هذي أهل تاسكو نغرال نغطف ذاك وي هذي رهال لأيسان كو أهين وإنو حق يدعو فيا أما هذي كلان تضعو فارقا أيضا خلي هذا على فيرنا يا تاسوي وأرين أيضو مركز أي إسكالات هاي ويشيد دونتو إكي يشي كي يريسا وينتو مركز سود إلهي سبحانه وتعالى والصلح الصلح يود إلهي خيرك خير بدنوي نين إيا ناك إنا أيض الصلح تمان أيا خير بدنوي والصلح الصلح أيا خير خير بدنو إلهي ميوك خير بدنوي من الفرقة والنشوس والإعراض إلا كالتغو ناش يسلم إنا جفته إعراض إنو جره مركز هذا إلهي دنو هو أيضا نوع عبدين إياه insaanka waxyaabaha lagu shaabadeey oo lagu abuuray insaanka waxa ku shaabadeysan wax la yiraahdo bukhli inuu wax uu leeyahay hadana oo waxa weey oo san dhaafin oo waxa uu leeyahay uu ku dhigo markaasuu dhahay ilaahi wa xadiratil anfusu nafyaalka waxa loo xadiriyay ashuha bakhilima loo xadiriyay shiddatal bukhli weey marka waa lagu shaabadeeyay fa kaanaha hadiratu lahu weey wa baydo hadir ah weey oo marnaba aan ka maqnay macnaha waxa laga wadaa أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها ناتو حوي أم دواهي سئنا أم سامح ذا نصيب كننك يقول هذا ننك أسونا وحوي أم دواه مايو ناتو إنو نفتيس أو أم سامح نفتيس ناتو أو أقلاده إذا أحب غيرها هذه ناتو غير كيد وجعلي هاي أو ناتو أنو أيسان لخين أو ناتو كلب وجعلي هاي إن مثلا بوحوي ناتو نفتيس مركز أو كوسة صبو oo naftiisa oo ku kalifo asaguna yeeli ma ayaduna sidaa soo kalantood weeyo laakiin inta soo dhanba in waxa weeye la adkayso oo tanaasul laga sameeyo ayaa khayr badan oo ilaahay wasulu khayrna oo ilaahay wa in tuhsinu hadii aad wanaajisan oo ilaahay rag yaa la xadaabaya naaga cusadooda dhaqankooda wa tattaqu ad dhowrsataan oo al jawr alayhina weeyo ina jawr ad ku sameeyso ad ka dhowrsatiin fa inna allah allahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday bimaa ta'maluna had amal falaysan khabiran alhi baadinka warqaba إلهي عالم بك يا وحاس ميريسين وأنا إذن كجاسين يا قفك هواك عشرات هذا وناجية جور كان إسك إلالية إلهي سبحانه وتعالى خير أيو كجاسين يا قفك عشرات أن في عنين جور كان أن كده ورسنة أسقنا إلهي حمار وكجاسين يا هدنا إلهي وقولنا غور ما يا طبع بشر كوح وياه جارهان رجع طبع غاضة هديها وين دور إليهين محبة قلبك إن يسمى قسم كريم وهذا محبة قلبك هم ميل قوني ميل أي راعيس إلهي مركب هو داي سبحانه وتعالى ولن تصديعوا كرم ميسان أول إلهي ولن تصديعوا كرم ميسان أن تعدلوا إن أدو عدالة سميسين أو أسنتين بين النساء وينك دحضور ولن تصديعوا كرم ميسان أول إلهي وحكس الله ماذا أن تعدلوا إن أسنتان بين النساء وينك دحضور إن أدو حوية وينك
جعلك أتكو سنتين ما أودين الإله والمحادثة والملاجعة هي الشيء كذا هي الله جيف سجا واحد سكوم سمي كرتين الإله ولو حرستم أت بد ذاش ينو الإله سكة سو أد ذاله وحوي النفط وحوي المال إلى نيسا وها أرنتاس أبورا أنا وحوي هذا هذا ضدك وحوي إسكو ضبع ما إسكو سو جيدا شمان أبورت إلهي إلهي وح يا أبي أو أبور حاجة خلق ذا يا حاجة مارت يا أبور كأيو حاجة جمال كأيو وح بضم بقى إلهي دتك إزديريسية مرك وحلا يا أبا هؤلاء كمركز قارب إنه يسون وح بس وجيد السالة هين أو إلهي نسيه أو أبوري أبور أو قريس يعيد قارن إلهي أو كو أبوري إنه وح سوجيتان نين كوضي مارت يا وح بضم أي مارت يا أي نين كهيري كران مرك هذا ضبعي وحورها عيا مدى سو جيدة شالة أيوه راعية وانا هذا وحان مركز الدبيعاته أيسا مركز كالي حكري معايلة إلهي باتتك كو أبوري مركز هذا يحرينه سلا استوال إلهي ولو حرصتم الإلهات بدا داشين سكة سوء اللي ودى ذاله وحاوية ناقيه لما وضا سمي كرايه حقا محبضة الولى جيدة هسي يشي إلهي حوري فلا تميرو ها إيلانو الإلهي فلا تميرو ها إيلانا كل الميل إيلاش كل جيدة وحالة قوضة إلا التي تحبونها ناك تأجعشين هو ذا إيلانا وي حق قسم إيه حق النفقة ذا معايلة ناقته أو لقى إيلان نفته أي سنجعلين قسم إيه قيبتنا والي هذا نفقة ذا ناقته كالي لسي منتهي قسم إيه سيدة صوكا لانتهدوي فلا تميلوه كل الميل والإله فلا تعرضوه مركز كل الإحراض جيسة دور لنها كجي سنة بل وحال لازم عدل أو حق مبيتك هو يشده إيه مركز وحوي نفقدي إن مكا لوسمه هذه أرنتها تلقتها أنا حرامه معايا الرسول كان هودا عليه الصلاة والسلام من لم يعدل بين نسائه جاء يوم القيامة وشقه ساقد أم وشقه مائل قفك أنا وإنكيس عدالة أصمين ما لنت قيامة أيو إمانا يا إساقوا لنا عجلع لكن الميل القلبي هي لشد أو مركز قلبك أو ناقيه قارك مذا أما متك مذا الله إلنا فلا حرج فيه واحد دم يوقف كليه مجلس واتو نبو عليه الصلاة والسلام مركوه وانكيس حقوق ابنه وليه جري اللهم إن هذا قسمي فيما أملكه فلا تؤاخذني بما لا أملكه إله بدك أن واقعي بنتيذ أن وحق قيباي أو أن أبوذي إيه إله وحانا أبوذين هاي قابل وليه جري أصدقوا مركز هو إشارة محبة قلبك إنه مركز قار أي قصير تعلق أي صيحه كل هذا قار نأيسا قولهين هاد بناو حوية سيدة هو أنتو أي تيكو عرنت 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 مرك إلهي يقول الله سبحانه وتعالى فلا تميروها إيلانا كل الميل إيلا شكل جيدة وفتذروها أتكتكتين ناكتل لك أي شيء كالمعلقة حال إلا توتا مدل حري معلقة وحالة التي لا هي أيام ولا ذات بعلن ناقا وحاوية ناقو لقبنان أهين ناقن لنا أن أهين وحاوية ناقتا لما نقبو أو هذا قبيت رسمي هو نينكو لقمائن لقن مهيسط ناق فران ومركز وحوي ننكي ربتها سي سنما وهالي المركز تاس معلقة ليدا هو ذي كرها رعدا بين السماء والأرض ذي كرها رعدا مركز ناق تقول لقى إيش ساسا كدقنا وليله وإن تصلحوها الدياد هقاجسين وليله ومركز عدل أدوس ميسان هوانك وتتقو جور أتكدو ستان فإن الله ألا كان وهو هذا غفورا على هرنا فأيو هذا وها قلبينا كل جراء إلى الشدعة ومد أدو إلى ميسان هداد عدالة الظاهر كالسميسين تاس إلهي وإذن رافة معايا لقفك أود أمالها تاسوي مركا الله وحوده سبحانه وتعالى وإن تصلحوا هديئة هقاجسين ود عدالة هقاجسين وتتقوا أورستان والجور إسك إلى لسين فإن الله الله كان وحوه هذا غفورا عليه رافة وقلوبتين كجرة رحيما عليه حريصة أيوه هذا إلهي وإذن حريصان لعل هديه وحوية بعد إني ليس سبر وايو oo naagtina xaqeed ay ka tagi weeyso ninkina waxa way asna naftiisa oo ku sasabi waayo oo meesha ay timaada furqa iyo kala tag ilaahay sida tan ayuu leeyahay marka aayadaana waxay muqaabil u tahay falaa junaaha alayhima an yasalaha dambi korkooda ma aha inay suluxtamo wato ilaahayna soo dhahay haday suluxtami waayaan oo markaasi heshiis waayaan ay kala tagaan ilaahay wuxuu leeyahay wa in yatafarqa hadii ay kala tagaan ay zawjaan way ninkii naagtu way dalaaq ay ku kala tagaan waa walaa isfurago wa markaas naagtina ayaduna wax ma masamix mayso ninka asaguna waxa weeye naftiisi waxa weeye ma ogolaysiihay ayada waxa weeye waa la ismari waayay way yatafarqa hadii ay kala tagaan u dhilaahay yuqnillahu alla wa diqaya kullan kull arkaba min sa'ati wasacnimadiisu ka diqaya hadii la kala tago ilaahay qof walba qof kale saaxiibisu ka diqaya يغني الله ألا واديق يا كلن كل أركان ساحبي من سعتي واسعني مذي سعيوك الديقايا
فضليس وي سين غني سامر كاسي بأن يرزقها زوجا غيره إن مثلا بناك إلهي وكرزقه نين كان نما نهين أو لا نقم كرت أسينا ناكا ناجا نهين أو غفي عن لو أرزقه تاسائما كريس مركا بأن يرزقها زوجا غيره وإلهي سبحانه وتعالى إنه كرزقه زوج أو مركز غير كيسة وإن كان لأحدهما عشق في الآخر متقاد ومتك الهجع على هذه الدون يغني الله هذه الله بضوضة متقلب متكك لجعله هاي حتى وحوي إلهي قفكاس قلبي سأيوق بوجينيا مركز وحو كثيريا جعلك يدي باتري وكوها لكن هذا علماء وحيد هذا وهذه الله بضوضة قف كمدة قف مركز يدي باتري وذي أوسنهين هذه مثلا من ناقتو أي دباتة وضي ninkii oo jacal iska filqayso iska reebayso waxa laga yaabaa markaas arintaas inay xuquuqo ku naqato ee waxa weeye markaas ay dhibaato ay u keento ninka leftirkiisa haday naagta ayda ay rabto laakiin asagii markaas oo filqaayo asagana saasa laga yaabaa oo markaas ay xuquubatan calihi ay ku noqoto laakiin ilaahi wuxuu balan qaadaya adoomankiisa in ilaahi kala deeqay fadli ilaahi baa waasi wa kana allahu allahu wuxuu ahaada waasi'an alihi waasi' yahay fadligiisu oo khalqigiisa uu siinayo حكيما عليه فلسوبان أيها هذا إلهي سبحانه وتعالى وعمرك أسئد ومكيس أمامه ولله الله حاصل ناري ولله إذا مرك أسئد أعيد أنه فصوب حني أدي لأوته عيد إيه وحوله وكان الله واسعا حكيما أيها إلهي إنه واسع أيهاي خلق جيس فل جيس واسع أيهاي حكيم أيهاي الله وحوله ولله الله حاصل ناري وإلهي إسكليه ما مخلوق في السماوات سماوات خصوغا يو ما مخلوق في الأرض كقصوغا ولله الله وحاصونا ذو الإلهي ملكا وخلقا وعبيدا وإلهي سليه أسجع يا ملكي أسجع أدو من كيسه أسجع يا أبوري ما مخلوق ماذا هذا وحوي غير عاقل كي يكون هذا لكن تقريبا للأكثر وي وحب ذن أيال السق لبيا ما مخلوق في السماوات سماوات كقصوغا يو ما مخلوق في الأرض كقصوغا ولا والله قد حقيقها يود إلهي ولقد حقيقها والسينا وقدر دار نور إلهي الذين قوئوا تلك كتاب كتاب كلاسية بمعنى الكتب على قوضة أو من قبلكم إذن كورتين هذا يهودي النصارى وإياكم إذن كأمة محمد نوحان إذن دار دارنا وإياكم إذن كنوحان إذن دار دارنا نور إلهي يا أهل القرآن ويددك أهل القرآن كهو كتاب وان قرآن كيستو أن اتقوا الله إلهي كعبصد إلهي كعبصد عقابك إلهي كعبصد أو الله أضيعوي إلهي مركا لقى عبصنا والله إن لا أضيعه وإياكم إذن كانوا وحا إذن دردارنا وإلهي إسكو دركينا أن اتقوا الله إلهي كعبصد تقوى ذا مركوا عام أو ضدك أنك نقوه ريني إلهي سبحانه وتعالى وهو دردارمي أنك إلهي وأنه دردارمي إن الله لك عبصد سبحانه وتعالى وشيء عام وي وعاوتنا وحاك سوى قدرته وقلنا لهم ولكم أيها وحان أدهنا إذن كان إذن دهنا إن تكفروها ذات كفرسان ووحي الله إذن دردارمي أتكو كفرسين وديدين فإن لله الله حاصل ناري ما مخلوق في السماوات سماوات كسوغن يوما مخلوق في الأرض كسوغن إلهي يقول سبحانه وتعالى إذن كان وحان إذن دحنا إيغنا ودحنا إن تكفروها ديات كفرسان فإن لله الله حاصل ناري اسكلي هي ما مخلوق في السماوات سماوات كسوغن يوما مخلوق في الأرض كسوغن ملكا وخلقا وعبيدا وي فلا يذره كفركم إلهي كفر بينه دب ما وي إلهي إلا ما دبه لما أنفع وكان الله الله وهو هذا غنيا عليه الدقتون خلق يس كد دقتون إيه عباده إلهي سبحانه وتعالى عباده يوحنا لك ضلبايا وح إلهي كنا حفيا يما وكان الله الله وهو هذا إلهي سبحانه وتعالى غنيا عليه الدقتون أيوه هذا حميدا محمودا عليه إلا ما هذه أيوه هذا وهو صميها يدو من كيس ولله الله حاصلنا ذو هذا الله سبحانه وتعالى ما مخلوق في السماوات سماوات خصوا يو ما مخلوق في الأرض هذا خصوا هذا تصور الله صوشة غير وحلو يسوع العلنا وحلو يسيق يقول لنا يا مدة وكفى بالله وكيلا ولله الله حاصلنا ذو إلهي ما مخلوق في السماوات سماوات خصوا يو ما مخلوق في الأرض خصوا وعيوده إلهي سبحانه وتعالى وكفى بالله الله أيانك كافيا وكيلا وكيل نما إلهي كافيا أو معناها إلهي سبحانه وتعالى شهيدا بأن ما فيه ما له وي وكفى بالله إلهي ياكو كافية وكيرا وكيرا معناه شهيدا وي مرخات إلهي ياكو كافية إن إلهي سبحانه وتعالى وحي مخلوقة أو سماواتك قصغا يوحي أحرادة قصغا إلهي إنه إستغليه ملكا وخلقا وعبيدا إلهي أسغى مرخات أوفلا عند هذا مركز مرخات اللي وغير دونا مجرد إلهي هذا نقول سبحانه وتعالى إن يشاء الله هذا وضعونه يذهبكم وإذن تجينيه أيها الناس وضضي هواو وإلهي هذا وضعونه
way idin jirid goynaya kulligiin idin baab inaya iyya sha Allah hadaw doono wuu san doolina weeye yudhibkum alla wa idin tabinaya ayuha naasu ya ayuha naasu dadi hawow wayati wuxuuna la iimaanaya alle bi aakhariina kuwa kale idinka bedelkiina wayati wuxuu la iimaanaya bi aakhariina kuwa kale oo koonkan waxa jooga oo dad ah oo ama makhluuq dhamaantiisa ilaahi ina baab iyo oo meesha ka qaado ayuu kuwa kale u keen sakara ilaahi وكان الله الله وهو هذه على ذلك كاسول إلهي وهو وي إذنك إن إذن تجيو بدل كين أو لي ماذو مخلوق كله وكان الله الله وهو هذه على ذلك كاسول سوشيغي قديرا عليه كرول إلهي إلهي سبحانه وتعالى هدس أذو إليه من كان الروح هذه يريد إنه لدونا يعمل كي صول إلهي سواء الدنيا الدنيا ثوقات قفى عمل سمينا الدنيا كليه أولى جيدة أي آخرا يدي سماها من كان الروح هذا يريد إنه لدونا يعمل كيسة ثواب الدنيا الدنيا ثواب غير فعند الله إلهي أكتيس أيوه هذا ثواب الدنيا الدنيا ثواب غير يا والآخرة آخرة الدنيا آخرة ثواب غير إلهي أكتيس ويالا قفك إلهي لدونا أيان هلاي عدك لو إلهي غير كيسان لك هلي ماي مرك قفك وإنه الضلبة متك أعلها أو الدنيا آخرة وكان الله الله وهو هذا سميعا عليه مقمعي وحكى صول هو قولاي بصيرا عليه عالم كو أيوه هذا وحكى صول فلاي وكان الله الله وهو هذا سميعا عليه مغلاي بصيرا عليه أخاي وهذا برك عشر كين انت سوك إجي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.